أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هاشتاج ونتابع فيها. مقتل ضابط في هجوم على مطار العريش بمصر، ومدونون يتساءلون عن الجهة وراء الحادث. أيضا السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون، والهجوم يتصدر تويتر بالمملكة، واعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي واسمها، ومقاطع تظاهرات ضد الاحتلال ضمن الأكثر تداولا عربيا، وتواصل حملات التضامن الإلكتروني مع الطفل كريم الذي فقد عينه ووالدته إثر قصف على الغوطة الشرقية. كل هذا وأكثر في هاشتاج، تابعونا. أهلا بكم إلى هذه الحلقة من هاشتاج، ندعوكم دوما أن تكونوا ضيوفنا مباشرة على الهواء عبر حسابنا على سكايب اي جي مباشر، وبإمكانكم أيضا أن تساهموا معنا عبر حسابينا على تويتر وفيسبوك في اختيار مواضيع الحلقات والتعليق عليها. شاركونا. قتل ضابط في الجيش المصري وأصيب اثنان آخران في هجوم بقذيفة استهدفت مطار العريش في محافظة شمال سيناء. وبحسب بيان للمتحدث العسكري باسم الجيش، وقع الهجوم أثناء زيارة لوزيري الدفاع والداخلية لمدينة العريش لتفقد الحالة الأمنية. وأضاف البيان أن الهجوم أسفر عن حدوث تلفيات جزئية بإحدى المروحيات، موضحا أن عناصر القوات المسلحة والشرطة تعاملت مع مصدر النيران وتمشط المنطقة المحيطة. العديد من التغريدات عبر تويتر تفاعلت مع الهجوم، كما سنتابع في هذا الاستعراض السريع عبر تويتر. نبدأ بالكاتب الصحفي جمال سلطان الذي كتب قائلا: سؤال فني، تأمين مطار العريش ومحيطه أثناء زيارة وزير الدفاع تكون مسؤولية من بالضبط؟ أيضا الناشط الحقوقي ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن كتب قائلا معلقا على الخبر: السيسي يحارب المرشحين المنافسين أو مرشحين المنافسين، طبقا لما قاله بهي الدين حسن. من وجهة نظره أحمد خوجة أيضا يعلق، يعني عارفين من جاي وإمتى وعملوا الواجب. كمان مجدي كامل كتب على تويتر وهو مدون مصري: اللي حصل في العريش مهزلة ما بتحصلش في كل كواكب العالم، أكبر رصين في البلد بعد السيسي ينفجروا، حد يقول لي إن ده حلم أو كابوس كما قتل مجدي. أيضا حسين كتب قائلا: أصبحنا نعرف أن عدونا هو الإرهاب وجنود مصر قادرين على هزيمته، لكن الخيانة أصبحت عدو أخطر من الإرهاب. هجوم مطار العريش كان يستهدف وزيري الدفاع والداخلية تماما مثل استهداف الحوثيين لاجتماع قصر اليمامة. من وجهة نظري وفي مصر أيضا أصدرت محكمة شمال القاهرة العسكرية حكما على المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية العقيد أحمد قنصوة بالسجن 6 أعوام مع الشغل والنفاذ، وذلك بعد ظهوره في تسجيل مصور على وسائل التواصل الاجتماعي ببذلته العسكرية وهو يعلن قرار ترشحه للرئاسة. فور انتشار الخبر غرد مدونون تضامنا مع المرشح المعتقل العقيد العسكري أحمد قنصوة، كما سنتابع من خلال التغريدات. ريهام كتبت على سبيل المثال: ناس بيتقبض عليها لمجرد أنها تجرأت على ترشيح نفسها للرئاسة، وناس بتعمل مؤتمرات دعم عند الأهرامات. الناشطة علياء جات كتبت أيضا: اسألوا أي حد تعامل مع أحمد قنصوة ويؤكد قد إيه هو ذكي وعنده ضمير، غير أنه متعلم بجد، خسارة يكون في السجن بسبب أن عنده كراجمة كما تقول علياء. شادي الغزالي حرب الناشط السياسي كتب: السيسي ترشح بالبذلة العسكرية وقاعد على أنفاس البلد من ساعتها، وبيحبس اللي مجرد بيفكر يترشح قدامه وينافسه بجد. أحمد قنصوة افتكر أننا كلنا قدام القانون واحد، وأعلن الترشح بالبذلة العسكرية برضو، لكن كان مصيره حكم بالسجن 6 سنين، وبعدين يقول لك الإخوان سحبوا السلم بعد ما وصلوا الحكم. ساخرا زياد. أيضا منى سيف الناشطة كتبت: ينهر أسود، المحكمة العسكرية حكمت على أحمد قنصوة بالسجن 6 سنين، يخرب بيت الجبروت.
إلى السعودية، حيث أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أنها أطلقت صاروخا باليستيا على قصر اليمامة في الرياض الذي يضم الديوان الملكي ومكتب الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وذلك لاستهداف اجتماع موسع للقادة السعوديين. في المقابل أوضح تركي المالكي المتحدث باسم جنوب الرياض وأن الصاروخ وصل إلى جنوب الرياض دون وقوع أي خسائر. دعونا نتابع هذه اللقطات السريعة، كيف أن قوات الدفاع الجوي السعودي رصدت انطلاق صاروخ الباليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه مناطق سكنية مأهولة بالسكان في الرياض، مضيفا أنه تم اعتراض الصاروخ. نتابع إذن هذا المقطع الذي نشره أحد المغردين للحظات ما بعد اعتراض الصاروخ. طلع فوق. يلا استترك، ها هذا صاروخ وقع فوق الجامع. الله يستر. فوق بيتنا صاروخ. وينه؟ فوق بيتنا صاروخ تفجر قبل شوي. لا اله الا الله. صاروخ فوق الرياض. مباشرة بعد سماع دوي الانفجار تصدر هاشتاغ صوت انفجار في الرياض قائمة الأكثر تداولا في السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غرد على تويتر الباحث والمفكر الموريتاني محمد مختار الشنقيطي قائلا: بعد الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون اليوم على قصر اليمامة في الرياض حيث مكتب ملك السعودية، هل سيرد محمد بن سلمان بكرتون جديد حول غزو الجيش السعودي لإيران وسيطرته على طهران، أم سيوقف هذه الحرب العدمية التي عانى منها شعب اليمن الويلات؟ فيصل بن تركي أيضا يضيف: توقيت الصاروخ واتجاهه إلى الديوان في وقت اجتماع القيادة، اللهم احفظ ولاة أمرنا وبلادنا ومن فيها من كل شر. بينما كتب الصحفي سطام الثقيل قائلا: في حرب الخليج عام 90 كنا مبهورين بقدرة الجيش الأمريكي على اعتراض صواريخ سكود، اليوم نحن فخورون بقدرة الأبطال السعوديين في الدفاع الجوي على تصدي لها وتدميرها، أصبحنا ندير كل شيء بأنفسنا وبسواعد أبنائنا. أيضا دون حساب آخر: احتاج الصاروخ إلى أسابيع لنقله من إيران إلى اليمن وأسابيع أخرى لتجميعه وتركيبه في صعدة، ثم أيام لنقله للموقع وتجهيزه وإطلاقه، وبعد كل هذا التعب يحوله فرسان الدفاع أو الدفاع الجوي إلى غبار في لحظات. أيضا كتب رئيس لجنة العلاقات السعودية الأمريكية سلمان الأنصاري: نشر الصور والفيديوهات والأخبار والأماكن بخصوص استهداف الرياض بالصواريخ هو مخالفة صريحة للقانون، أرجو عدم تناقل أي شيء وإن حدث حتى تصدر الجهات الرسمية بيانها، لا تخدموا أعداءكم من وجهة نظره. أيضا يرى رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية محمد السلامي قائلا: هذه الصواريخ الإيرانية التي يتم إطلاقها على الرياض عبر الميليشيات الحوثية تعطي التحالف الأخضر للتعامل باستراتيجية مختلفة من الآن فصاعدا، وبخاصة في المناطق التي يطلق منها الصواريخ. أخيرا غرد القانوني الدولي محمود رفعت قائلا: أطلق الحوثيون صاروخا جديدا على الرياض التي لا يريد مسؤولوها حتى الآن استيعاب أن الإمارات تركت لهم صنعاء وبها الحوثيين لتنهب جنوب اليمن الثري. إيران تستعرض قوتها والحوثيون لا يستهدف الإمارات بسبب علاقاتها الوطيدة مع طهران. فصل قصير، ابقوا معنا. القاهرة.
السعره في المركز ده نازل من السنه ولا معدي من على حكومه. اقسم بالله العظيم العيال اللي غرقت دي الساعه 5 بالظبط كانوا بيتصلوا علينا اعملوا معروف انقذونا بنغرقوا. الرحلات دي بتتعمل عباره عن مثلا بيبقى فيها حوالي من 400 شخص 500 شخص بندي خبر للسواحل ان احنا جايين في اليوم الفلاني هنشتغل بنديله عربون الشغل حوالي من 150 ل 200 الف جنيه بتروح هو بيكون في مكان بعيد عن المكان اللي انت هتشتغل من خلاله ولو كان في كاميرا لو كان في حاجه بيلغيها على ما احنا نعدي. اذا كنت مهتما بما حدث امس فتصفح الجرائد، اذا اختلط عليك ما حدث اليوم فاختر من بين القنوات، وإن أنت أردت معرفة ما يحدث الآن الجزيرة مباشر. أهلا بكم من جديد. اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية فجر الثلاثاء الفتاة عهد التميمي 16 عاما من بلدة النبي صالح غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. قامت قوة عسكرية إسرائيلية بمداهمة منزل عهد واعتقلتها بعد تفتيش منزل عائلتها قبل أن تقوم قوات الاحتلال باعتقال والدتها هي الأخرى. وكان الناشط الفلسطيني باسم التميمي والد الفتاة عهد قد كتب على صفحته الشخصية على فيسبوك عقب اعتقال قوة الجيش الاحتلال لابنته قائلا: الأصدقاء الأعزاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي بيتنا وتم اعتقال ابنتي عهد التميمي ومصادرة كل أجهزة الكمبيوتر وكاميرات الاتصال أو كاميرات التصوير وأجهزة الاتصال الخاصة فينا والاعتداء بالضرب على الجميع وتفتيش البيت وقلب محتوياته. عهد التميمي اشتهرت بمشاهد سابقة تناقلتها وسائل الإعلام العربية والعالمية أثناء مشاركتها في مسيرات ومظاهرات في مواجهة جنود الاحتلال في مراحل مختلفة من عمرها. دعونا في البداية نتابع هذا المقطع لعهد التميمي. كما شاهدنا هذا المقطع، أيضا هناك مقطع آخر اشتهرت بمشهد يعتبره البعض السبب في اعتقال عهد، حيث قامت الفتاة بصفح جندي إسرائيلي أثناء تواجده بصحبة جندي آخر في محيط المنزل اختباء من تظاهرات فلسطينية. أيضا هناك الآلاف من التغريدات المتضامنة بطبيعة الحال مع الفتاة المعتقلة عهد التميمي، كما سنتابع. نبدأ برفعة دراوشة الذي كتب قائلا: أي صباح بائس وهذا الصباح الذي تعتقل فيه طفلة لم تتجاوز 17 عاما من عمرها،
من منزلها. أيضا الإعلامية هبة محمود كتبت: الصبية الفلسطينية الأبية الشجاعة نشأت في كنف عائلة رفضت أن تخضع لقوانين الاحتلال. والد عهد اعتقل نحو 9 مرات، ووالدة عهد أيضا 5 مرات، وأخوها مرتين، وخالها وعمها شهيدين. إذن الصحفية السورية نور حداد كتبت عن ذات الموضوع معلقة: كثيرون يجب أن يشعروا بالعار أمام شجاعة وقوة عهد التميمي. عيون عهد تخيف الاحتلال أكثر من كل الترسانات العربية، لذلك اعتقلها جيش الاحتلال فجر اليوم. بينما كتب الكويتي يوسف شمساء قائلا: عرفناها تلك الطفلة التي صرخت غاضبة بوجه الاحتلال الإسرائيلي وهم ينظرون إليها بسخرية وتهكم، واليوم يستنفر هذا الجيش الإرهابي ويقتحم منزل عهد ويعتقل الفتاة. عهد اسم على مسمى، أنت عهد الصمود ومقاومة المحتل الصهيوني، الحرية لك. بينما كتب المدون الغزاوي محمد سعيد نشوان قائلا: فتاة فاقت شجاعتها كثير من الرجال الذين اختبأوا خلف شواربهم فلم ينصروا فلسطين ولو بكلمة. هكذا هم أطفال فلسطين، يولدون رجالا لا يعرفون الجبن ولا الخوف مهما خذلهم الأقربون. الحق أقوى ولو كان ضعيفا، كما كتب في هذه التغريدة. أيضا شكل آخر من أشكال التضامن، حيث سجلت الطفلة جنى جهاد مقطعا تتحدث فيه عن صديقتها عهد التميمي، وقد بثت المقطع من داخل غرفة عهد، ويظهر في المقطع الفوضى التي أحدثتها قوات الاحتلال في المنزل. إضافة إلى التغريدات، هناك الآلاف من الصور المتضامنة مع عهد المعتقلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نتابع بعضا منها. يتواصل تفاعل مغردين ونشطاء وسياسيين حول العالم مع الطفل كريم الذي فقد عينه نتيجة قصف قوات النظام السوري على الغوطة الشرقية قبل شهر من الآن. وكان الطفل الرضيع كريم قد أصيب بكسر في الجمجمة أدى إلى فقدانه عينه اليسرى، فضلا عن فقدانه لوالدته التي قتلت في هذا القصف. وقد تضامن النشطاء حول العالم مع الطفل السوري عن طريق نشر صورته وصور لهم واضعين أيديهم على عينهم اليسرى. وقد دشن النشطاء هاشتاغ تضامنا مع كريم بالعربية والإنجليزية، وكذلك هاشتاغ الغوطة الشرقية وهاشتاغ ارفعوا الحصار عن الغوطة. أيضا تداول مغردون مقطعا سجلته هيئة الإغاثة الإنسانية التركية مع والده في منزله بالغوطة، يتحدث فيه عن القصف الذي تعرض له الطفل الرضيع قبل شهر من الآن. إذن الحمد لله رب العالمين. أنا ولد طفل كريم استشهدت أمه من شهر 5 أيام. طبعا هو كان مع أمه كانت رايحة السوق. استشهدت أمه بسبب براجمات الصواريخ الأسدية. إصابة كريم برأسه بعينه، مكسور العظم تبع رأسه وعينه. طبعا أول يوم عملوا العملية أمولوا عينه، قال لي الدكتور يعني ما عينه راحت ورأسه مكسور. ضل بيجي يعني تقريبا 12 يوم بالمشفى. حالته كانت ضل شي جمعة من العناية المشددة، حالته كانت مخطرة، يعني كانت خطرة كثير، والحمد لله فضل من الله سلم لنا اياه. كريم عنده يعني نقص، من كم يوم كنت بالدكتور قال لي بده تغذية، عنده نقص تغذية.
واحنا يعني عم ناخذه على دكتور العينيه او دكتور العصبيه، ما يعني واقف على دكتورين. عاد احنا اللي علينا ما نسويه وتبيع الله، عنده نقص تغذيه واحنا ما نداويه، يعني نلاحق الدكاتره هون وهون. بتعرف انت يعني هون بالغوطه الوضع شلون، الوضع صعب. والحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. كما شاهدنا هذا المقطع تضامنا مع الحملة أيضا نشر ماثيو كروفت السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة صورة له وهو يضع يده على عينه، وغرد قائلا: عندما نجتمع في مجلس الأمن ونحذر من أن التقاعس يعني المزيد من القتلى والمزيد من قصف المدارس والمزيد من إصابات الأطفال، وهذا هو ما نعنيه، يجب أن نرى نهاية للقصف والحصار على الغوطة الشرقية. تضامنا مع كريم. ألف الصور عبر بها أيضا مدونون حول العالم عن تضامنهم مع الطفل الرضيع كريم. نتابع. وللمزيد عن الحملة التضامنية الإلكترونية ينضم إلينا الناشط فراس العبدالله، أحد منظمي الحملة الإلكترونية. أهلا وسهلا بك فراس في هاشتاك. في البداية، لماذا أطلقتم هذه الحملة الآن؟ طبعا الحملة يعني قمنا بإطلاقها يعني لتسليط الضوء على الجرائم التي يرتكبها النظام السوري بحق أطفال مدني الغوطة الشرقية المحاصرين. يعني كريم هو فقط يعني عينة، أو هو يعني حالة فقط من العشرات من حالات التي تحصل في الغوطة الشرقية جراء القصف والاستهداف المباشر من قبل قوات النظام السوري ومن قبل الطيران الروسي للمناطق الآهلة بالسكان في الغوطة الشرقية المحاصرة. فنحن يعني استثمرنا موضوع حالة كريم للفت نظر العالم يعني للمجازر هاي اللي عم تصير عنا، وحتى نقول له انه لسه هون في ناس، في 350 ألف شخص هون محاصرين، وفي عنا مو بس كريم، في عنا عشرات من كريم، في عنا أطفال فقدوا أطراف، فقدوا معيل، فقدوا عائلات بأكملها جراء القصف المستمر والمعاناة التي يعانون بها جراء الحصار أيضا المستمر عليه. طيب فراس، ما هو حجم التفاعل مع الحملة عبر حملات أو عبر مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي؟ طبعا الحمد لله يعني انا في تفاعل كبير مع الحمله. يعني هو يعني اللي الشيء اللي بيخلي الناس تتفاعل طبعا هو الانسانيه. يعني انت هذا طفل، فهو ليس له ذنب ابدا، يعني ذنبه كله انه هو ولد بمنطقه تتعرض لقصف، هو ما بيعرف مؤيد، ما بيعرف معارض، ما بيعرف يعني ما بيعرف أي توجه سياسي، هو فقط ضحية لعنف وإرهاب الأسد على مدنية الغوطة الشرقية. فيعني الحملة بسبب يعني الدافع الإنساني للحملة والدافع الإنساني للعالم هو اللي خلت الحملة تنتشر بشكل واسع جدا وتتضامن مع هذا الطفل كريم، الطفل المسكين الذي فقد عينه. هناك سؤال يطرح نفسه عادة: ما جدوى حملات التواصل الاجتماعي؟ هناك عشرات الحملات الإلكترونية قبل ذلك، ماذا ستفيد حملة إلكترونية الآن؟ تمام. الحملات الإلكترونية بشكل عام بتفيد بضغط، طبعا بتسبب
ضغط واحراج للمجتمع الدولي اللي هو دائما ما يتغاضى ويتجاهل عن القضايا الانسانيه، ويعني ما في بيكون تفاعل اللازم او رده الفعل اللازمه والانسانيه تجاه القضايا اللي عم تصير وحقوق الانسان. فالحملات الاعلاميه بتكشف هذا اللي بنسميه نحن التخاذل يعني بحقوق الانسان عنا وباستهداف الاطفال واستهداف وارتكاب جرائم الحرب. فهي الحملات الاعلاميه يعني بتسلط الضوء عليها، مما يشكل يعني قد يشكل ضغط بيحقق نتيجه ايجابيه للقضيه. نعم، وهذا ما يبرر حجم التفاعل الكبير مع الحمله على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لك فراس العبد الله. وتزامنا مع احتفالات قطر بعيدها الوطني، تداول مغردون قطريون عملا فنيا بعنوان سحابة صيف، والعمل يبرز وقوف المواطنين صفا واحدا مع الوطن متمسكين بالعادات والقيم المتوارثة. نتابع المقطع. وبهذا مشاهدينا تكون حلقة الليلة قد انتهت. تذكروا دوما أن تراسلونا بقضاياكم وقصصكم لعل واقعا يتغير أو وعيا يزداد بهاشتاك كالعادة. إلى اللقاء.